نتحول الآن إلى تونس التي دخلت فيها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وكتلتها البرلمانية المؤلفة من 17 نائبا، دخلوا جميعا في اعتصام مفتوح بمقر مجلس نواب الشعب بعدما قالت إنها تعرضت لتهديد مباشر من نائب منتم لحركة النهضة. أوضحت موسي أن اعتصامها بمقر البرلمان مستمر إلى حين تجميع التوقيعات الضرورية البالغة 73 توقيعا لسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي. واتهمت عبير موسي الغنوشي بالتستر على عملية إدخال شخصيات لها علاقة بالإرهاب إلى داخل البرلمان. من تونس ينضم إلينا عبر الهاتف النائب عن كتلة الحزب الدستوري الحر في مجلس نواب الشعب كريم كريفي. سيد كريم، أهلا وسهلا بك. كيف يسير الاعتصام أو يمضي إذا كنت حضرتك من بين المشاركين فيه الآن؟ أهلا بك، صباح النور. طبعا أنا من بين هو ليس بعتصام وإنما مرابطة داخل مجلس نواب الشعب إلى أن يتم تصحيح المسار وسحب الثقة وخلع راشد الغنوشي المرشد العام للإخوان المسلمين في تونس وشمال أفريقيا من منصبه كرئيس للبرلمان، باعتبار أن منسوب العنف والمبارك من هذا والذي يباركه رئيس المجلس ورئيس ديوانه أحمد خضر الذي هو إخواني أيضا أصبح شيئا لا يطاق. كنتم قد لاحظتم حتى الإعلاميين منسوب العنف الذي تعرض له رئيسة الحزب الدستوري الحر من طرف رئيس ما تعرفه بكتلة التكفير داخل مجلس نواب الشعب، وهي ذراع البلطجة والعنف داخل البرلمان للإخوان المسلمين على سيد كريم، حتى ندلف إلى المطالب التي تستهدفونها من وراء هذا الاعتصام أو المرابطة كما تقول. سأعطيك المطالب. المطالب أنه يجب أن يفهم المشاهد الوقائع أنه تم منع دخول إرهابي، شخص تعلقت به قضية إرهابية ومصنف إرهابي من طرف وزارة الداخلية وأن له علاقات مع جماعات إرهابية من دخول هذا المجلس. رئيس كتلة التكفير هاجم ما جاء وأبعد وأسدد وقرر بأن يتحجم لفظيا وجسديا على رئيس الحزب الدستوري الحر. الطلبات، يجب على مؤسسات الدولة التونسية الآن أن تتدخل لحماية البرلمان باعتبار أننا كنا قد نبهنا بأنه سوف يحدث المحظور داخل البرلمان، يعني أنه يمكن أن تقع عملية اغتيال، يمكن أن تقع تفجيرات، يمكن أن تقع أعمال إرهابية داخل البرلمان باعتبار أن هذه الكتلة لا تدخل بصفة ضيوف ومرافقين برلمانيين الا ذوي السوابق العاديه ومن تعلق بهم. طيب اسمح لي استاذ كريم، انا فقط اود ان اسالك بعد اذنك. غريبه داخل البرلمان. طيب في هذه النقطه، ما هو المستهدف بشكل واضح؟ الاطاحه براشد الغنوشي من رئاسه مجلس نواب الشعب وهذا له مساره، اسمح لي يعني لو سمحت، ولا تدخل يا استاذ كريم، ولا تدخل مؤسسات الدوله كما تطالبون؟ ما هو المسار الحاكم لتحرككم؟ ثلاثه نقاط هامه. النقطة الأولى كنت قد عبرت عنها، تدخل مؤسسات الدولة، سحب الثقة من الغنوشي وخلع أن يصبح مخلوعا من ذلك المنصب. ثالث حاجة في إثبات علاقة كتلة ائتلاف التكفير أو مطار بكتلة ائتلاف الكرامة في علاقاتها بالتنظيمات الإرهابية داخليا وخارجيا وبالإرهابيين، علما بأن سيف الدين مخلوف أصبح يستعمل البرلمان منبرا للدفاع عن الدواعش وعن الارهابيين، وكان هذا في مناسبتين كنا قد نددنا بها، في المره الاولى دافع عن الناطق الرسمي لانصار الشريعه المصنف ارهابي من طرف وزاره الداخليه التونسيه قاعدة علي العريض، والثانيه يدافع عن حريفه الذي حكم بالاعدام في قطر من اجل اعمال ارهابيه ومصنف داعشي. هذا الشخص اصبح يستعمل المنبر، هذه الكتلة بمباركة الإخوان الصحيحين هذا المنبر للدفاع عن أصدقائه الدواعش والإرهابيين، وهذا شيء مرفوض في برلمان تونسي دولة مدنية تحترم فيها مقومات الجمهورية والمدنية وحقوق الإنسان، وهذا ما نمنعه الآن، وهذه هي الثلاثة المطالب الأساسية. نعم. التي نطالب بها حتى تستأنف الأعمال. طيب لتبدو الأمور أكثر وضوحا على مستوى المحددات القانونية للعمل وفق المسارات المرعية، سواء كان ذلك في الدستور أو في اللائحة المنظمة لعمل
مجلس نواب الشعب، هل أمنتم الحصة الكافية للإطاحة براشد الغنوشي؟ لأنه كان هناك محاولة بعدما قدم التهنئة أو تدخل في الشأن الليبي على عمومه وفشلت هذه المحاولة، ثم كيف يمكن لمؤسسات الدولة أن تتدخل، أو ما هو الإطار الدستوري الحاكم لتدخلها أخذا في الاعتبار الفصل بين السلطات وأن هناك مجلس نواب الشعب ويفترض فيه أنه منتخب؟ شكرا على السؤال. النواب اتفق العديد من النواب انهم سينضموا الى لائحه سحب الثقه من الغنوشي، لانهم لاحظوا منسوب العنف، لاحظوا تصرفات راشد الغنوشي في علاقاته بالتنظيمات الارهابيه وعلاقاته بالاخوان المسلمين. عبروا عن انظار، واظن أن يوم الاثنين سوف يكون حاسما في هذه النقطة. أي الكتل تبدو أقرب في موقفها لموقف الحزب الدستوري الحر؟ لأن حركة النهضة ما كان لها أن تصير هذا الموقف إلا بدعم أيضا من بعض الكتل الوازنة في المجلس. الكتل الحدثية التي تؤمن بمدنية الدولة باستثناء كتلة واحدة للأسف الشديد كنا نظنها حدثية مدنية، إلا أنها وضعت يدها مع كتلة ائتلاف التكفير لأسباب ولحسابات شخصية ضيقة. لا أدري إلا أنها ستراجع موقفها أم لا، إلا أن جميع النواب سيوضعون أمام مسؤولياتهم. تتحدث عن تحيا تونس ولا عن كتل أخرى؟ تتحدث عن تحيا تونس ولا كتل أخرى؟ أتحدث عن كتلة قلب تونس. قلب تونس، نعم. طيب، قلب تونس لصاحبها نبيل القروي الذي يعاني من عديد مشاكل الفساد وملفات الفساد. لا يعني طالما ان الامر ليس فيه تقارب بين قلب تونس وهو تيار حداثي مدني كما تقول، فلا علاقه الامر اذا بالاتهامات. قلب تونس في اثناء برنامجه الانتخابي وعد ناخبيه بانه لن يضع يده في يد الغنوشي ولن يضع يده في يد الاخوان المسلمين، ولكن هيهات للاسف انه منذ اليوم الاول اصبح يرتمي في احضان هؤلاء الاخوان، وكنا قد عبرنا عن هذا ربما لانقاذ رئيس الحزب من قضايا الفساد المتعلقه ما هي اشكال الاختلاف التي ترصدها بين التحرك الذي اقدم عليه الحزب الدستوري الحر لابعاد راشد الغنوشي او مساءلته في مجلس نواب الشعب، ولم تفلح هذه الخطوه في الاطاحه به وكانت بينه بحسب المراقبين، والظرف الراهن الذي فيه ايضا يستهدف الحزب الدستوري الحر الاطاحه براشد الغنوشي، ما هي اشكال الظروف التي قد تبدو مختلفه بين هاتين الواقعتين؟ المشكل ان الازمه التي تعيشها الحكومه وملف تضارب المصالح الذي تعلق برئيس الحكومه، وان كل الناس تحلم الان بالاطاحه بالحكومه وان يكون لها موقعا في الحكومه، فان جماعه الاخوان المسلمين الان داخل مصر تستغل هذا الظرف بانه اذا لم تكن معي فانك سوف لن تكون في الحكومه، كلها يعني حسابات سياسويه ضيقه لا اكثر ولا اقل، في حين كنا قد اعطينا خريطه الطريق لهؤلاء، قلنا بان حكومه الحبيب الجني قد اسقطت ب 134 صوت دون الاخوان، يعني بامكان النواب الحديثين ومن يدعون الحفاظ على مدنيه الدوله أن يشكلوا حكومة ويضعوا رئيس حكومة وحكومة يعني حكومة فيها يعني وزراء قادرين على تفسير الأمور وإخراج من الأزمة، يمكن أن تمنح لها الثقة دون الإخوان، وطالبنا بحكومة دون الإخوان وأننا سنزكيها. كل هذا لا أدري لماذا لم يتحرك النواب ضمن هذه الخريطة. نعم. يعني خارج البرلمان الكل يشتمل الأخوان المسلمين داخل البرلمان. نعم. أغلبيتهم واضعين يدهم مع الأخوان، وهذا شيء مؤسف وكلها حسابات. نعم. سياسية أو سياسوية ضيقة لن تنفع تونس والوطن بشيء. ما هو البرلمان نفسه حاضنة سياسية، فطبيعي أن تكون الحسابات السياسية على الاتفاق أو الاختلاف معها. من تونس السيد كريم كريفي عضو مجلس النواب عن الحزب الدستوري الحر المشارك في الاعتصام أو كما وصفها بالمرابطة داخل مجلس نواب الشعب التونسي، اعتراضا على سياسات زعيم حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي. شكرا جزيلا لك.